ماشي زميلنا الصحفي، كنت متواجد في الصباح مع لجان حماية الثورة، كنت تصور وتقوم بدورك كصحفي. نحب نعرف شنو اللي صار بالضبط. اللي صار مع الساعة 9:30 تقريبا الصباح تنقلت مع الكاميرامان سفيان داخل المجلس الوطني التأسيسي، أخذنا آراء السادة النواب من الأغلبية ومن المعارضة في حول قانون تحسين الثورة، ثم انتقلنا إلى خارج المجلس الوطني التأسيسي لتغطية وقفة الاحتجاجية المساندة لقانون تحسين الثورة لمنظمتها لجان حماية الثورة. كنا على تقريبا على بعد 20 متر، فما رجل كبير لابس درابو تونس يبدو انه ضد قانون تحسين الثوره. صار اشكال بينه وبين بعض العناصر من اللي منظمين الوقفه، هما ربما ظنوا اللي نحن نصوروا في 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 في, في الاشكال اللي صار بيناتهم وبين الشخص هذا. فاحنا قربنا باش ناخذوا ليزانترفيو نتاعهم، باش ناخذوا عندهم ليزانترفيو، باش ناخذوا رايهم في قانون تحسين الثوره ورايهم في الوقفه هذه والهدف منها، يعني باش نقوموا بشغلنا بطريقه طبيعيه وكما متعودين. الكاميرا مان سفيان هو بدا يصور، مازال حتى ما حطش الكاميرا على التريبي، هما تهجموا عليه كلا الضربة الأولانية. تأكيدا لكلامك خاطر كنت بحذاهم، دونك سألت قالوا اللي صحفي هذا جاب معاه شكون ضدنا وجاي معناتها سبيسيالمون باش يصوروا، دونك تأكيدا لكلامك هذاك اللي ماشي في بالهم، معناها جست حبيت نقول لك المعلومة. يعني تهجموا على سفيان من الاول، خذيت الكاميرا نتاعي واحتضنتها باش ما يكسروليش الكاميرا، اللي تعرف يعني صحافي اهم شيء بالنسبه لي هو المعدات. فتهجموا علينا بالضرب، رفعت الكاميرا، انا قلت لهم باهي ننسحبوا ونبعدوا خلينا على الاقل ما تكسروش الكاميرا، ولكن اصروا على انهم يهشموا المعدات، قاموا بتهشيم المعدات وقاموا بضربنا انا وسفيان. وثم بعد ذلك انتقلنا دخلنا الى داخل المجلس الوطني التاسيسي. شيء غريب صراحه انه صحافي اليوم في تونس الاساس انه لما يغطي وقفات احتجاجية هذا لا يعني أنه ينتمي، لما تغطي وقفة احتجاجية لربطة حماية الثورة لا يعني أنك تنتمي لحماية الثورة، لما تغطي وقفة احتجاجية لحزب التحرير لا تنتمي لحزب التحرير أو لنداء تونس أو لغيره من الأحزاب، لما تغطي أي وقفة احتجاجية أو أي شيء صاير في تونس هذا فقط أنت تأدي في مهمتك وما عندكش حتى انتماء سياسي، وهذا بشهادة السادة النواب، لأني أنا صباح كنت مع السادة النواب وخذيت آرائهم الكل من السيدة النائبة للرئيس السيدة محرزية العبيدي وكل النواب من المعارضة يعني يجمعوا على الشيء هذا. فبصراحة أنا صحفيين مانيش مجرمين، فحتى لو تم الاعتداء علينا بالعنف مانيش مستعدين باش نردوا بالعنف. أنا الرد الوحيد اللي قمت به إني احتضنت الكاميرا نتاعي ثم رفعتها لفوق، رفعتها قلت لهم خليونا على الأقل نبعدوا، يعني حتى باش نبعدوا ما خلوناش. قدمتك يا عدنان؟ كنت في مركز الشرطة اللي بباردو قدمت شكاية في هذا الغرض وتوا باش نتنقلوا للمستشفى للمعاينه من معاينه طبيه. فبصراحه مازالت انتخابات ومازالت التغطيات الاعلاميه مازالت متواصله، ولكن السؤال المطروح اليوم بالضرب وبتهشيم الكاميرا، انا معناها راجل وطولي 2 متر واعتداوا عليا، غدوه معناها زميل اخر او زميله، يعني شنو ردة الفعل كيفاش باش تكون؟ فهمت، ما طلبت منهم شيء، كان ينجم يقول لي ما نصورش. يعني انت تتصور احنا صحفيين باش نجيبوا معنا رجل كبير ونقولوا له امشي اندس في وسطهم واجا خلينا نصوروك، يعني هذا امر مضحك، واحنا صباح كامل كنا في المجلس، فهمت، وهذا بشهاده كل النواب. سفيان، دونك انت كاميرامان وكنت ترافق في زميل صحفي عدنان شواشي، دونك تم الاعتداء عليك زادة، كيفاش تم الاعتداء عليك بالضبط؟ كما فسر الزميل نتاعي كنا في مجلس تاسيسي ناخذوا في ديزانترفيو، وبعديك خرجنا خذينا دو بلان دو كوب بالضبط، وصار فما مشاجره في وسط المانيفيستاسيون. معناها سفيان حكينا عليها، معناتها حبيت نعرف كيف تم الاعتداء عليك بالضبط، نعرف كيف ضربت انت وعدنان. معناتها اول حاجه فما شكون مثل شد الكاميرا هبتها شعرها طاحت هي، فهمتني، اما شديتها وبعديك فما شكون ضربني انا من تيري معناها، فهمتني، وبعديك السيد اللي مره الاولى بكل اللي بس ضرب الكاميرا عاود نفس الحكايه، عاود شد الكاميرا يحب يشد يختفى من عندي ويكسرها، ما شد الكاسك قطع على الخيوط نتاعو والكاميرا كمل خذاها عدنان، خاطر سيء معناها باش تفلت مني، خاطر هو جباري عليا، فهمتني، دونك وفي الاخر بكل كمل ضربني معناها، فهمتني، في الاخر بكل انترست سما تحت معناها، فهمتني، وبعديك فما فول معناها خاطر هي دخلت بعضها الحكايه، فهمتي، برشا ما تفهم حد شيء، اللي بعديك بالكل باش فما شكون بعدنا كيف، فما واحد من لي كوليج نتاعنا في الاوديو فيجوال معناها في سمعي البصري كلمته على التريبي خاطر كان ينجم ما ناخذوهش، خاطر حبيت نرجع انا ما نجمش نرجع خاطر باس باش يضربوني، دونك كلمته قلت له جيب معك تريبي معناها، فين كاو معناها جبت تريبي يعطي الصحه هو اللي تاع نتاعها لازم تعدى على الدياغنوستيك الكاميرا
شوفوا المشكلة نتاعها شنية ونعرفش سي غيبيغابل ولا المهم انتم لاباس. هاي لاباس لاباس.